والله بايمون هذا احس وراها بلا. لدوخ لدوخ يا ولد. صح 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 كابتن. いつの日か雷帝に相対する者がこの地上に現れる。 رب قشعريرة يا اخوان. ايوه またお会いしましたね。انا ضارب. ايوه ايوه وين هذه؟ داي داي. والله لا حمود اكفى. والله نسيت الفايت هذا، مره نسيت. لا هذا ما نسيته، هذا ما نسيته. لا 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 يا رب انت ربي. هات قفل لك كل الحركات. سلام. طبعا انا افتكر اني بس كذا اقعد خلاص. اوكي اتسين. نانجا ايما سارا اوموي داشتا هلا بي ميكو. كوري وا اناتا نو كيسان ديسكا. 意識をぶっ体に憑依させる技誰に教わったか忘れたとは言わせんじゃから目を閉じるがいい。 الله ملحوس. فاكر انه كل شيء يصير قوي اظن. ما شاء الله انا حتى بالبف ضعيف. ايش هذا؟ لا والله قوي شكله. ايوه سلو والله ضعيف. العب 83 القوة القوة. طب المفروض انها تموت صح؟ السلام عليكم، كيف حالكم طيبين؟ رجعت لكم اليوم بمقطع جديد من السلسلة المحبوبة اللي صراحة ماني عارف كيف اقدمها، لكن يعني ان شاء الله انها عجبتكم، واتوقع انها عجبتكم صراحة. في تعليقات جدا جدا حلوة على السلسلة هذه. عموما مقطع اليوم ان شاء الله بيكون عن تلفيل بال. حلو؟ طبعا شوف
عندكم يوميا هنا الريت والكريت دامج تقريبا يعني ابو كلب. السلاح لفلناه في الحلقه اللي فاتت زائد ليفل الشخصيه، طبعا ما هلفلها ل 90، هذا الموارد يحتاج صراحه شخصيه ثانيه، فبعدين موضوع ليفل 90. عندكم ترنتات رفعتها 8 8، لكن حاليا هم الوحيد بال زي ما انتم ملاحظين وضعها جدا مدمور. عندنا ترنتات لكن ما اظنها تكفي، سجل برضه ترنتات زياده. عندنا السلاح برضه اتوقع اليوم ما يمدينا، اوكي اليوم ما يمدينا، فللاسف السلاح ما يمدينا نطوره، ممكن حتلاقوه مطور في الحلقه الجايه. من ناحيه الارتفكتات بحط لكم الحين الارتفكتات حقتها، هذه ما حقتها. طيب الحين بطلع تقريبا الارتفكتات، يعني طبعا هي ما هي توب التوب واحتمال انها تتبدل، لكن هذا المبدئيه يعني اللي عندنا. عندكم هذا الريت والكريت دمج، طبعا يزيد شيء بسيط وقت ما ليفل هذا، يعني تقريبا 4 ريت زياده، زاد تصير فيها 40. فصراحة 40 مو كويس ابدا، فراح ندور ان شاء الله قطعة، او تصدقوا خليني ادور معاك، بعدين نحتاج ساعة انرجي، فبنروح ندور الطريق هذه. طيب خلينا نشوف ان شاء الله 18 ديفند، ايه دعوة، اوكي، الواضح انه ما في للاسف، تخيل بين هذه كلها القطع ما في، ابدا ما في. والمشكلة انه هنا لازم تكون انرجي، لانه السلاح زي ما انتم ملاحظين انه اتاك وريت، وهنا برضه يعطي اتاك، فانا هنا في هذه الحالة غصبا عني راح احط هنا انرجي وهنا الكترو عشان اعوض نقص الالكترو او نقص الانرجي بشكل اصح. طبعا اللي ما يدري هذه معلومة كذا على السريع يعني، بال كل ما رفعت عندها اللي هو اللهم صل محمد الانرجي اخذ نسبة واعطاك هي الكترو، فعشان كذا نحن نحتاج هنا انرجي. عموما راح نشوف بعدين موضوع الارتفكتات مو مشكلة. عندكم الاسنت، طبعا جمعت صراحة قطع كثير يعني اوف ستريم فبطورها معاكم، حاليا هي 60 ونرفعها ان شاء الله زي وضع اللي هو يوميا، يعني زي 80 خلاص نتركها. خلينا نشوف الحين قديش اقدر اطورها. هذا الليفل الاول بصراحة حتى المورة ما اظن انها تكفي مرة، لكن يعني نشوف. اقتصاد اقتصاد، لازم نظبط موضوع الليفل كذا بالملي. ايوه طيب هذه اول مشكله، قطع السمراي ما اظن ان عندي كثير، فقطع السمراي يعني تعذبني شويه لكن مو مشكله. طيب نروح نشوف الكرافت، ان شاء الله يكون عندنا موارد، يعني انا صراحه ما ظنت يعني عندي، لانه العالم ما فرت فيه صراحه. انا ناوي اول شيء اغلق القصه بعدها اشوف موضوع الاشياء هذه، يعني اللي هو تفريم ما تفريم، نزوم ما نزوم، يعني الاشياء هذه. والله صدقوا عندي في عدد حلو صدقوا، فعموما ما حسوي كله لان اظن نحتاج تالنت، راح اخلي جزء كذا بسيط يعني زي كذا ممكن. هنا خلينا نشوف زي كذا اوف، اوكي باقي من هذا. يا رب نكون مقطع اليوم كذا سلس يعني شوي. طيب من هذه اظن عندي قطع كثير، ان شاء الله انها تكفي. الليجندري كم؟ اوكي حلو، الليجندري عندي كامل، مره مره ممتاز. فالحين بس باقي لي من هذه، عندي 4 احتاج 2، مره حلو والله. راح كنت شايل هم الليجندري هذه. طيب اذا نعطيها 80 طبعا نزيد الانرجي، فشيء حلو، يعني نلفلها. اوكي. اقتصاد اقتصاد دقيقة، نجيب من الكتاب هذا نسوي كذا. ايوه شوف كيف؟ بس هذا يقول لك الاكس بي هذا، اما اول كان 3000. 3000 شباب تسوي شيء. طيب ناخذ الوش هذا. طيب هنا ايش ناقصني؟ طيب ان شاء الله نقول هذه ان اخش مرتين واخلصها خلاص. عندكم هذه ان شاء الله انها سهله. الساموراي ان شاء الله يعني انها تكون سهله. طيب خلينا نشوف التالنتات مبدئيا، بطور الالتي. هذا اول ليفل. ثاني ليفل. حلو حلو والله حلو، والله عندي موارد. اللي بعده ايوه هنا المشكلة، قطع سنيورة هذا اللي ما حسبنا حسابه. طيب خلينا نشوف عندنا ليفل لين 3. بسم الله ايش في ضيعت انا؟ يا مو هنا؟ يكون مخلص عندي دقيقة، لا والله موجود. الو حليت انا ولا ايش؟ دقيقة استنى بسم الله، يا وين البني؟ وين راح؟ في شيء غلط صح؟ اصبر اصبر. معليش معليش انا اسف انا اسف انا اسف شباب، حقكم علي حقكم علي. قاعد اسجل حاليا الساعة 2:40 بالليل، يعني شباب ممكن تحدث المشاكل هذه بالملي. هنا المشكلة، احتاج قطع السمراي مرة
مره احتاج قطع سبراي برضه. مورا ما هي صراحه عندي كويسه مره، برضه احتاجها. طيب الحين اول مهمه عندنا، قبل المهمه انا صراحه ودي احط بال، نشوف ايش وضعها يعني، نختبرها كل شويه. طيب ايش نحط؟ يعني نحطها هنا كذا تيم يعني حلو تقريبا. بنتي ما راح نحتاجه مره في السمراي، ونروح ان شاء الله نفرم سمراي ونشوف الوضع. طبعا اتوي اتذكر انه عندي رزن طافح، طبعا مخليه طافح لانه يعني عشان المقطع يعني، قلت يعني اسجل لكم كذا ونفرم اليوم مع بعض. جات تعليقات كثيره انه ليش ما تفرم معاه، وريني كيف تفرم. ابشر ما عندك مشكله. والله شخصيات يعني. نشوف وكلتي لعب 37. لا 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 والله هي تصدق انها حلوه، بس ارفع الريت امور تمام. قبل ما نخش في السمراي وكذا بفرم تلنتات اليوم، في تلنتات حقتها، فبفرم اول شيء تلنتات. يلا نخش نشوف ايش يمدينا نطلع يعني. انا ناوي على الاقل ارفعها 8 للتي، 8 يعني طيبه. انا صراحه اهم شيء في بال للتي، بعدها الاي، لان للتي يا راجل يزيد فيها كل حاجه، دمج مدري ايش كل شيء. شوف خليني اوريكم، شوف الزيادات، شوف قديش اشياء مره كثير يا راجل، حتى تعطيك انرجي اكثر. هنا شوفوا بيرد، شوفوا اشياء مره كثير. شوف حتى هنا طالع كم 40 زياده. فعندنا اهم حاجه الحين الالتي، بطورها ان شاء الله. فاحتاج الحين 3، اذا في برضه يعني موارد زياده فحطور ان شاء الله اللي هو الاي. خلينا اوريكم معناته. صح المفروض اني احط فنتي، لكن مو مشكله، خلينا نشوف. التيم اللي حلو فيه التفاعلات، زي ما انتم ملاحظين ارقام كثير كي تطلع صراحة شيء حلو يعني. شوف الالتي اللعب 48,000 نايس والله مرة ناس. ايه صح السمراي هذا حاول انكم تقتلوا مع بعض، لانه اذا واحد مات الثاني لا بيقعد يهيل بعض، او واحد منهم يهيل يعني، فتبلش يعني زبد. طيب حلو، شوف بله ذهبي ذهبي. حلو حلو، على شكل الحظ حلو، شكلي بفرم دائما كذا انا اسجل يعني. طب اختصار للوقت راح افرم واوريكم عندي يعني كل ما استلم هذا الجائزه، راح احس انه حطول مره يعني، فبوريكم عند ما استلم الهرد يعني. هذا اللي اقول لكم عليه، زي كذا نرجع يجب. اخي اقهر اقهر اقهر، خلاص يا مسلم خلاص. العب 55,000 نايس والله، ده متى حلو تصدقوا، توقعتها تكون سيئة يعني، قلت يا ولد تكون سلاحها انت ذكاتش ما في، كان يعني بلد حلو صراحة. نشوف يا رب. ذهبي اكفى. حلو حلو والله نايس، والله الحظ جميل. طبعا صح نسيت الدومين هذا اساسا يعطي 25 الكتر، عشان كذا 55,000 قلت يا ولد اوف ايش هذا، والله قوية هذا شخصية. طلع الوضع انه بس المرة الثالثة شوف ياهو ياهو، ايش حركات هذه؟ نشوف. يلا الجندي اللي برا اي خلاص، هذا الحظ الطبيعي. طيب خلينا نشوف العدد اللي انا طلعته الحين، اتوقع انه كافي وزياده يعني. هنا ما نحتاجها. الجاي كلها تحتاج الجندي، خلينا نسويها كلها. نحتاج دحين السمراي، عندي 13 يعني، هنا 6 هذا 8 وهذا حتكون 7 كذا كويس. طبعا القطعة هذه راح اجيبها من الكرافت، بنوريكم اللي ما يعرف يعني، ممكن في احد ما يعرف ما ادري. اللي هو من هنا، روح هنا مثلا ابدلها بدل هذه. شوف هنا كم عندنا، عندنا مثلا من هذا اللي فوق ما تحتاج هذه، قمت تسوي زي كذا وكذا صارت عندنا 2. طب معليش انا ادري اني لخبطتكم، بغلق اول شيء البوس بعدين نروح للسمراي. بدايه المقطع ها يلا شباب السمراي، فجاه تطلع حاجه ثانيه. فيعني عموما هو المقطع هذا يعني مو مرتب ابدا يعني، ممكن في اللحظه فجاه اشوف شيء ما كنت شايفه اول فاسويه. انت ان شاء الله انكم فاهمين يعني. طبعا هذا للامانه قاعد اعاني فيه، اوريكم قديش اعاني. ممكن في ناس يشوفوا يقول اوه يا اخي والله انا عندي حسابي اعاني اكثر. اوكي انا معاك، لكن يعني في فتره ما ماني متعود على هذه الامور، معناها هذا نسيتها تقريبا. طيب انت تحاول انك تصد ضرباته، تحاول انك برضه ما تضرب الايزي كذا يعني، بس انه مش حال. طيب ايوه تعال تعال، يا رب يجين يا رب يجين. اتفقنا على الحركات هذه. ايوه العب. ايش قاعد اسوي ذا؟ يا رب اني اموت.
والله يومي يا صراحة، والله أنها شخصية جيدة. أنصح الحين بعد شيء بسولف عليكم في أفكار مستقبلية في الحساب هذا، أعطوني رأيكم في التعليقات. دقيقة يا رب، ها ثلاثة حلوة الأخيرة، لو ثلاثة أنا كذا حكون أسعد آدمي في الدنيا. طيب على ما يتجدد هذا، خلينا نروح للساموراي نختصر وقت. نفس الوقت أقول لكم على الفكرة اللي أنا يعني في بالي. طبعا حاليا أنتم عارفين إنه أنا ما عندي إلا تيم واحد، اللي هو التيم هذا تقريبا اللي أنا الحين قاعد ألعب فيه. فعندي فكرة لتيم ثاني. حلو، التيم الثاني صراحة شوية شاطح، أنا في حسابي ما قد جربته، فما أدري يا أخي، أنا ودي صراحة أجرب شيء جديد، أعطوني رأيكم. الفكرة إيش؟ إنه ليزر، استعمل ريزر. بتقولون ممكن ليش الشخصية أبو كلب هذه؟ ترى ليزر كويس، ترى شخصية مرة فيزيكال، مرة حلو. يعني أنتم متخيلين إنه يتطور معاها، يعني شوفوا تطور معاها الفيزيكال، شوفوا قديش الفيزيكال، فرقم مرة حلو مرة زيادة. زايد إنه في السلاح هذا أقدر أسوي منه آر يكون كويس يعني له، أو ممكن أستبدله بهذا. يعني عموما عندي خيارين. حلو، الارتفاكتات تقريبا عندي جلاديتر، هو يحتاج جلاديتر يعني افضل حاجه له. سي 6 صح، هذا من الشخصيات اللي في حسابي تقريبا النادره اللي سي 6، يعني قليل مره اللي عندي سي 6. شوفوا اغلبهم طبعا اي، هذه نرجع لها نرجع لها. فيرسي 4 ما في يعني ما في كثير. سي 1 نويل مستحيل اخذها يا شيخ، لو انه ما تبقى اللي هي مستحيل ابنيها، شخصيه مره ما تعجبني. عموما هذه شخصيات. فحاليا اللي عندي ايش؟ هنا سي 6. حلو، زائد الترندات لقيتها ملفل، الظاهر انه راح الحساب الاول اللي زمان زمان مره من يوم ما بدا الحساب، لان انتم عارفين ان هذا الحساب انا مشتريه، يعني مشتريه على بانر كوكمي الاول. فراح الحساب اتوقع انه كان يلعب بريزر. حلو، زي ما لاحظين هنا 8، هذه 8 وهذه 6، يعني مقدور عليها كلها. هذا شيء. الشيء الثاني، عندكم شنيان. شنيان اللي ما يدري انها هي اول حاجه تعطي شيلد، خالصين منه. هنا عندكم انها تقوي الفيزيكال، هذا شيء اذا كان عندك الشيلد. شيء ثاني برضو، السي 4 يضعف الريزيست اللي ضدك، ديفند مو ديفند اقصد، الفيزيكال. وهذه الطريقه ريزر راح يكون دمجه مره عالي. اضافه على كذا، لو احط معاها مثلا شخصيه كرايو، يعني عندكم مثلا الخيارات الموجوده، يعني كايا مثلا او عندكم روزاريا، لو احطها في التيم سوبر كوندكت تفاعل ضدنا مره راح يكون كويس. يعني كمثال، ها دقيقه 6000. حلو، شوفوا لو اسوي سوبر كوندكت، حلو هذا كان حتموت. شوفوا يا رب 7600، شايفين؟ فصراحه شيء مره حلو. لا اشوف السكون زي كذا، لا سوي كذا، شوف طالع دمج مره حلو. هذا هو لسه يعني ما طورت ولا ارتفكتات زي الناس ولا شيء. بصراحة انا قاعد افكر اني ابني هذا التيم، فاعطوني راي يعني، هل تشوف انه مثلا فكره حلوه اني اطور ريزر واستعمله كذا كدي بي اس ثاني مع تيم شنيان ومدري ايه، ونجرب برضه شنيان؟ يعني انا ما قد جربتها، يعني لا في حسابي الاول ولا حسابي هنا، ما قد جربت اني انا ابنيها واخليها فعلا كذا يعني سبورت حلو. فبس والله اعطوني رايكم في هذا التيم، انا قاعد اسولف كثير والوسائل طلع. ايش هذا؟ مين صحى؟ دقيقه كابتن اصبر. بسم الله عليك، بسم الله عليك. ايش في؟ حبيبي انزل. اخ يوميا، والله يوميا يا اخي، بالله شخصية ابداع. شوف كيف نص شبي راح. طبعا ممكن في ناس يقولوا عشان يوميا ما هي فري تو بلاي، هي صراحة ما هي فري تو بلاي، والحساب هذا بكبره اساسا مو فري تو بلاي. يعني ما ادري مين فهمكم انه في فري تو بلاي، انا صح انه قلت حساب معطوب، لكن مو فري تو بلاي يعني. ترى مدفوع فيه. السلاح اللي جاء هذا ار 2 ترى، يعني السلاح اللي معاه هذا مو راضي يموت، انا اللي حموت شكله. حبتنا. يا رب ثلاثة، يا رب تخلص. بسم الله يا رب. يا اخي ليش حياتي كذا؟ ليش؟ لا سكبت اصلا من كثر ما يا اخي. اخر حبه، ليش النكد هذا؟ يلا مو مشكله، رساله ربانيه عشان اروح افرم. عموما هذه فكره التطوير للشخصيات الثانيه، جاتني الفكره هذه، فما ادري اعطوني الزبده رايك. انا قلت يعني ما حسوي هذا الشيء، لانه اذا سويت حصرف فريزن وراح اطور شخصيات كذا على طول، يعني ما حقعد اطول وزي كذا. فممكن لو قلت له اوكي المقطع الجاي راح يكون هم كذا طورهم وجربهم حركات، شوف شو الوضع. والحساب هذا صراحه ماني خسران اي شيء، يعني ابغى اطور اي شيء يعني كذا جديد، ابغى كذا يعني. اهم شيء انه نقفل الفلور، الدور هذا نقفل. طبعا ان شاء الله شوف عندكم 11 يوم. المقطع الثاني راح يكون ان انا طورت التيم الثاني، المقطع الثالث راح اخش سبارلا بس، راح اغلق ان شاء الله باذن الله. طبعا انا حافظ اماكنهم، لكن انت يمديك تخش من هنا عند الانمي وتدور الساموراي، كذا افضل لك يعني، انك ما تعرف هذا معلومه يعني زبده، هذا معلومه. شوف زي كذا طلع لي في الخريطه اصلا، والله ترى في شباب هنا متجمعين، روح هناك فركش هذا الموارد حقتهم وخلاص. مدري هذول اللي شفتهم بنتي، والله مدري جرب، لو شفتهم بنتي والله سهل يعني خلاص اغلق. طيب نقول مثلا نضحي بهذا، نشوف. صراحة ما قد جربت بنتي عليهم، يعني كنت دائما في حسابي بكذا،
خليني اشوف. صح على سيرة كازوها ابوي مو راضي يجيني. لا والله شكله بيمسكوني بيتي. طبعا هم مضمون عندي فمو راضي يجي. لا والله اسحبهم صدقوا. اوكي كذا اسهل. خلينا نشوف البيتي. طبعا محدثكم لسه ما سوى الايفنت. الايفنت للساعي ما شدت حيلي فيه يعني. اوكي صفحة 9 يعني دحين البتي 49 بالضبط. 49 يعني احتاج تقريبا ممكن 20 وش 25 وش يعني زي كذا. شكله في اليومين الجاية راح اطحن طحن غالبا الايفنت ممكن اسويه اوف ستريم الحساب هذا يعني لانه يعني تقريبا محتوى متكرر يعني فاحتمال ان اسويه اوف ستريم. عندكم اللي هو حسابي الشخصي ممكن اسويه لا يعني اسوي لكم مقطع كذا يوميات حركات لاب. والله بنتي والله كويس انا مرة كويس. ايه كمان صندوق يلا عدزه. طبعا صح اللي مو متابعين يعني في انستغرام شوف كذا اعلان هذا لا قالوا لك السم بالعسل. لا والله جد عاد انستغرام يعني اللي مو متابعني حلو حتى اللغز شباب ما ابغى اللي مو متابعين في انستغرام يعني تابعني ترى اوقات اقعد اتكلم عن الحساب هذا اذا انت مهتم في السلسله هذه يعني فضروري انك تكون هناك يعني اوقات اخذ رايكم صراحه اشياء كثير من ناحيه تقديم المقطع من ناحيه اشياء في نفس الحساب ها ايش رايكم اسوي كذا ولا كذا يعني تعال هناك يعني صراحه متفاعل في الستوري هناك انا اللي مهتم يعني اللي انك انت مهتم يعني عادي خليك انت اهم شيء تكون هنا موجود خلاص عافي انا حقعد اسبح يعني ولا ايش؟ صدق قلت لي لحظه صمت مع الاغنيه اصبر الله روقان يا اخي اجواء قنتن يا اخي الله يلا روح يا خش روقان برا الحين هنا عندنا جلد ايوه لكن انا اللي حنجلد لعب الدمج العب والله فور 12 ايزي ان شاء الله ايزي لا 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 ان شاء الله بعدي ايزي ان شاء الله المقطع مو الجاي اللي بعده يعني هذا بالنسبه لكم يعني لكن انا احتمال راح اكون يعني فوق تكون مغلق وخلاص لكن يعني عارفين ان انا ملتزم انه كل اسبوع مقطع شكله لا يعني انا المفروض في قارب صح طب صح برضو اللي مثلا فاتته شخصيه شوف هذا اعلان ثاني كذا يعني صرت ادس السم في العسل لا والله صدق يعني قاعدين نسولف احنا شو اسمه اللي مثلا يعني هو بادئ في اللعبه هذه كنصيحه وفي نفس الوقت اعلان عرفت يعني هي اثنين في واحد حلو مثلا توك بادئ في اللعبه حظك جدا زفت مره حظك سيء وما طلعت لك ولا شخصيه 5 ستار ولا شيء فعندك ترى في يعني مواقع تبيع حسابات فاحد هذه المواقع اللي انا مسوي لهم اعلان او مسوي لهم يعني رعايه عندي اللي هم ماي جنشن ستار موجودين في الديسكربشن حتلاقوا الرابط حقهم عندهم حسابات تكون يعني ليفلها واضح يعني مثلا ليفل الحساب يكون 11 10 7 اوقات فانت كذا يعني ما حركت على نفسك اللعبه نفس الوقت حتكون معك شخصيه حلوه فترى عندهم زبده يعني عندهم شخصيات كثير يعني في من ضمنها بال في ديلوك اذا انت حاب ديلوك مثلا في جاني وما جاني في شخصيات كثير في اياكا يعني هذه الشخصيات حتساعدك مره في اللعبه وراح تتحمس افضل من انك تلعب بشخصيات فور ستار وتقول حياتك بايسه يعني. بس هذه كنصيحه يعني واعلان في نفس الوقت انت حر يعني. وصح ترى برضو الحسابات ترى مره كويسه يعني اسعارها وبرضه حتى يعني مضمونه يعني ما في والله حساب مثلا يكون مو مضمون ولا الامور ما هي رسميه لا وضع مره تمام ترى وعد معروفين ما يقلش السر تقريبا من اقدم وافضل الناس اللي قدموا هذا الشيء تعرف انا ما حقعد اعلن صراحه لاي احد اورط نفسي واحط الهرجه في وجهي في النهايه عشان والله كم ريال يطلع لي ما تسوى صراحه تهموني طال عمرك جد والله بس الله يعني خلينا نكمل في التفييم هذا اللي ما ادري متى اخلصه اوكي شوف هذا الخط شوف الخطه تضرب هذا حلو تضرب هذا حلوين شوف الخطه تضرب ذا برضه حلو زي كذا اوكي تنضرب مو مشكله عوافي شوف الخطه شوف تعلم تسوي كذا وتشيلهم باكج او ممكن تموت يعني واحده من الاثنين الله بالله ايش رايك يا اخي تفكير يا اخي سبحان الله 2 hours later يا رب انكم كافي يعني 25 حبه ديل 13 بس ام الفقر يا شيخ اول شيء اللي قلنا حلو المورا قاعد تبكي هنا حلو لا دقيقة مو حلو استنى اي أيوة والله مو حلو زبدة اسمع شكلي انا مرة مطول وبجمع هذا الموارد وارجع لك حلو
يو يو 40,000. طيب اخيرا بعد معاناة، بعد ما دخلت 3 حسابات زاد العالم حقي، فاخيرا جمعنا القطع خلاص. بسم الله اذا فاز صار 80. عندك تالنتات؟ اوكي انا ما حلفله خلاص اذا حنثبت زي كذا. خلاص دحين عندنا ارتفكتات. صراحه الارتفكتات ماني راضي عنها مره يعني تمام الرضا يعني، فممكن انا اغير فيها شويه صراحه. طيب راح اوريكم التيم حاليا اللي يعني تقريبا كنت مخطط عليه من بدايه السلسله اللي قلت لكم عليه، اللي هو بال، شينكشو، انجلينج، بنت. هذا التيم اسمه ناشونال تيم، ممكن كثير منكم يعرفه. هذا افضل تيم من ناحيه يعني انه يكون فري تو بلاي اذا كانت عندك بال، زائد انه يطلع دمج ويمسح لك اي شيء قدامك. انا حاليا تقريبا عندي هذا التيم، ممكن لو اني طورت مثلا فشل راح يكون مع تيم يومي يعني يصير عندي تيمين تقريبا. فبوريكم الحين الدمج حق هذا التيم. طبعا حاليا باخذ اكله كرتريت لان الريت عندي تعبان في بال، فبطور ان شاء الله الريت برفعه وقتها راح يعني يكون الدمج اكتمل. زين خليني اوريكم. طبعا حتى ترى باقي شخصيات ترى مو مره يعني كاملين، يعني زي ما تلاحظوا دقيقه شوف هنا بنت، عندكم شينغلينغ برضه، حتى هنا برضه مو ذاك الشيء، لكن بوريكم فعاليه التيم. راح التيم هذا مره حلو، واي احد يعني فري تو بلاي وزي كذا عنده بال هذا التيم لا يفوتك. بنت كيف الدمج اللي قاعد يطلع؟ وغير كذا غير الدمج التيات ورا بعض شغاله طول الوقت. شوف ها الالتي هنا جاهزه اللي بعده وزي كذا. هذا التيم للامانه مره ينفع في الابيس، ينفع ضد البوسات، ينفع ضد اي شيء بالزبده. فبس كذا نكون يعني تقريبا اكتملنا من بال، غلقنا موضوعها. يصير الباقي علينا الحين في بال ويوميا الارتفكتات. انت عارفين طبعا ان الدومين يطلع لي من النوعين هذه، انا راح استفيد من بال، راح استفيد برضه من يومي. فان شاء الله بعدين بعد ما الفل الشخصيات يعني الفل الاسلحه وزي كذا بخش الدومين هذا ويصير اعيش فيه يعني لين ما اطلع ارتفكتات حلوه. عندكم برضو السلاح لين دحين لسه مو كامل، الاتاك عندي راح يخبط ممكن يوصل ل 1800 1900 حولها. تقريبا كذا يعني اكتملنا من ناحيه بال. بس اللي بقالي الحين ارتفكتات، يلا ارتفكتات والسلاح. هذا ان شاء الله كلها راح تلاقوها كامله في المقطع الجاي. من ناحيه شنكشو برضو في نفس الوقت بطور السلاح هذا ان شاء الله برفعه، رغم انه تصدق انه موجود دحين بس كذا كذا ما عندي موره. اتمنى انكم استفدتوا في المقطع هذا يعني. اتوقع هنا خلاص راح نختم المقطع. اتمنى انكم استمتعتوا في المقطع هذا واخذتوا كذا معلومات كذا حركات يعني اخر احداثيات الحساب هذا. زي ما قلت لكم الايفنت احتمال كبير ان انا ما راح اسجله كامل، ممكن اسجل من اللقطات لكم هي، ممكن لقطه الفايت، لقطات زي كذا. من ناحيه يعني مثلا كذا فرفره في العالم زي كذا، صراحه مين يحب يفرفر في العالم؟ انتوا داخلين هنا تبي تتفرجوا كيف الحساب هذا يتطور، كيف الحساب هذا يقوى. بس لا تنسوا برضه اعطوني رايكم من ناحيه ريزر، هل تبغون ابني ريزر ولا مثلا نركز على شخصيات ثانيه؟ هذا الشخصيات اللي قدامكم. انا صراحه ناوي اذا نويت مثلا ريزر حلو راح اطور وقتها ديونا وفشل. فشل ليش؟ عندي فشل زي ما انتم ملاحظين C5، C6 راح يجيني من الايفنت، بس C6 مع يوميا صراحه مره حلو. هذا المخطط اللي يعني في بالي،
لكن اعطوني برضو اقتراحاتكم. وفي النهايه الحساب هذا يعني تجربه جديده، في نفس الوقت انا ودي صراحه اجرب شيء جديد، وفي نفس الوقت برضو ودي انت تستمتعوا يعني في شيء كذا قدامك بتعرفوا عنه معلومات بتعرفوا زي كذا. يعطيكم العافيه على المشاهده، ما ادري اذا المقطع كان طويل ولا قصير، لكن اتمنى انكم استمتعتوا يعني في كل الاحوال. بس الى هنا نغلق المقطع، لا تنسوا الاشتراك واللايك وزي كذا، واذا انت مشترك اشترك عشان تشوف الجديد هذه السلسله، واذا انك ما تفرجت المقاطع اللي قبل افضل انك تروح تفرجها، تكون معنا اول باول في ايش قاعد يصير في الحساب يعني. بس والله يعطيكم العافيه، مع السلامه.